بسم الله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، تحية طيبة لكل من يتابع قناة ناصر تي في من داخل ومن خارج الوطن. إذا أنا متواجدين بسوق الأربعة، السوق هذا يعني فيه الماعز، فيه الأبقار، فيه الكباش، وفيه الأحصنة، وفيه كذلك الأعلاف. هكذا إنسان اللي يحب الأحصنة كذلك يقدر يزور السوق الأربعة، وكذلك ربما عندكم ولادكم يجيبوهم يحوسوا مع الفاكونس هذايا يشوفوا شوية حيوانات، باسكو كاين يعني كل شيء لهنايا. الله يبارك، نبدا مع خونا لهنايا. جاب لنا عود، هذه خونا عود، الله يبارك. وشحال السن تاعها هذه خونا؟ 8 سنين. الله يبارك. والركبه كيفاش، عويقله ولا؟ الله يبارك ما شاء الله. وشحال سمك فيها خونا؟ وشحال تلحقات في هذا السعر تاعها؟ فوق ال20. الله يبارك، كما قال لكم خونا تلحق فوق ال20. اذا ما جميل. والله ما جيت يا اخي، والله اثار غايه والله العظيم. اذا اخي تشوف العوده هذه قدر حاجه شفاء، الله يبارك. هذه شحال عمر خونا؟ يومك مصطفى شحال سنتها هذه؟ هذه 6 سنين. 6 سنين الله يبارك. مكتوبه قانون فعليق لا ترون كيف. ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا الله يبارك. راكم تشوفوا دائما نقول لكم حاجه دونجي باسكو يعني ما تمشيوش منا الاحصنه ولا كيما هذه، راكم تشوفوا يعني حاجه عاقله الله يبارك. بالمناسبه خونا راه متواجد في الغايه يعني لا غير صفا، يعني نقول ندوز ندوز، ولكن ان شاء الله باذن الله ندير الفصيل تاعي باش ندوز لهم الاسبوع هذايا هكذا باش نشوفوا السبعه اللي كاينه. واش كاين كذلك، واش كاين في الدهنه؟ هذه الكحله انا درناها، وكذلك حاجه كاين عاوزه تخرج حاجه مال كاين حاجه بلا راسك، ما كاين لا راس كاين كيما قلت لكم الله يبارك. ممكن هذه شحال سوات هذه؟ 14 عطانا 14 خويا، خلي لي الرقم تاعك الله يرضى عليك. 771 0771 58 63 37 هكذايا كارديو الرقم ما نكارديوه باش نتصل خويا ونزور. تمام بارك الله فيك، يعطيك الصحة. شو جنبي نزيد نجوز ما نقيسكش خويا، لا فقط هذا ما كان. السلام عليكم. صافا خونا كذلك جات لنا الحسنة هذه. دائما نقول لكم خوكم ناصر يعني يحرص على عيوبك باسكو علاش يعني نوجه حاجة فيه يعني من حقك يقول لك ما تصورنيش ولا، ولكن الحيوانات حاجة عادية هكذايا. هذه فهمتها يا اخي خونا الله يبارك. وش على مرتها خونا؟ 6 سنين الله يبارك. سينو الركبه طرونكي لا يغلى بارود بلدة ما يدير الله يبارك. ما شاء الله، انت عندك كوري ولا هذه عندك غير هذه فقط؟ الله يبارك. وين جاي الكوري تاعك؟ سيدي عيسى مسيلة الله يبارك. نحيي بالمناسبة خالتنا مسيلة، احنا سيدي عيسى يعني معروفين بالكيباش، ولكن خونا جاب لنا وأحسن الله يبارك. فلاراس كاين فلاراس؟ كاين فلاراس الله يبارك. دوكم شوفوا هكذايا إلى حد خونا هكذا المباشر يخدم على رقم الهاتف يخلي لنا أون سي جامي، راكم من الشوق نتوما تتواصلوا مع خويا. 055 22 47 31 هكذايا. باسكو على بالي بلي الشرق يعني ناقص شويه الحصان ماشي كيما الغرب يعني الله يبارك. اي لا سير شحال شويه هذه؟ عطاونا 13 مليون ولقيت شحال ان شاء الله؟ مازال شويه اخويا بارك الله فيك ويعطيك الصحه سي جونتي مون فرا. كذلك بيان سير خاوتنا اللي نحيوهم نشرف كذلك لي كل جماعة يجيونا لهنايا السوق الأربعة ويجيبوا لنا سلعة الله يبارك. يعني خونا الشنفي راه معروف هنايا بسوق الأربعة ويجيب لنا سلعة الله يبارك. هذه فنتة في زوج؟ هذه مهرة، هذه الله يبارك. شوفوا هذه مهرة فقط الله يبارك، مازالها صغيرة. شوفوا حاجة شابة، شوفوا اون بليس كذلك. شوفوا كيفاش قلت لكم دائما سي دونجي من اللور، ولكن هذه راهي طرونكي. شوفوا الله يبارك ما شاء الله الله يبارك. صافي بليزير. وهذه شحال اخذت سمعتها؟ شحال اخذت؟ 16 عطاونا 16 على ربي كيما قلت لكم ما شاء الله يعني. والركبه هذه طرونكي هذه اي الله راهي تتعلم الله يبارك. واش عندكم انت واش كاين من هيك؟ كاين شهر كذلك الله فيه رد. اذا كذلك شوفوا عندنا هذايا هذايا تذكر الله يبارك. راهم بليسي يا خيلا مسكين، ولكن حتى شابك كنت خونا شلفي يعني يجيب لنا احسن الله يبارك. شوفوا الله يبارك ما شاء الله. يعني انتم الحرفه تاعكم الضمان تاعكم هذا يعني الضمان تاعهم هذايا.
وفي الخروج كاين حاجه خشينه يعني حاجه عاد كل خير كاين كل خير الله يبارك الجزاء اذا جبنا لكم رقم هاتف كاين اخركم جبنا لكم رقم هاتف من الشيخ ونزيدوك حاجه تاع الغرب هكذا يا اونسي جامي انسان اللي راه في الغرب كذلك يلاه معي الدفلة لا ما فيش الفولة يتصلوا مع خويا شكون عطيني الرقم تاعك 07 72 56 83 81 هذا هو الرقم تاع خويا سلفي قبل سلفي فقط راه يعرف يا خويا خونا بارك الله فيك يعطيك الصحة سي جونتي ما الانسان كيما قال لكم الانسان حب يبيع ولا ماشي مشكل عيطوا له اذا كيما المصغر لهنايا كيما قال لكم هذايا ديني توني يعني شي خروجي صغير هكذايا ما يجيش حاجة كبيرة وراك تشوفوا هكذايا يعني ضربوا جولة وشوفوا الأحصنة لكم سوونا 22 مليون هدايا عندنا كذلك هذه العودة مازالها صغيرة لهنايا الله يبارك وش راك خير عزيز فرشية لاباس بخير لا الحمد لله عندنا دائما شوفوا وهنايا يعني سوق الأربعة ظافر مش نشوف ما تجيبوش لحاجة مش نشوف خويا جوز ما تجيبوش لحاجة الخسينة الغالية هذيك ثانية 150 لا ولكن حاجة يعني كاين حاجة تاع ليمو إذا بسم الله ما شاء الله شوفوا هذا كذلك شباب يعني في البلون نقط بالمارو محني الفوطاء يعني حاجة شابها الله يبارك ما شاء الله هذه عودة يا أخي عودة الله مش هل دارت السمة تاعها 14 ونص والعمر شحال هذه السمة تاعها؟ ثمان سنين الله يبارك الركبه طرون كي الهواء غلا كل شيء الله يبارك وراكم متواجدين انتم وين؟ معلمه في المعلمه الله يبارك نزيد ندوز عندي المصغر الله معايا كذلك جاب لنا كيف كيف عوده يا اخي عوده الله يبارك مش حاسس بها هذه؟ مازال ما سمعتش وش على وجهها سعر يعني باش 15 مليون ماكو تشوفوا يعني اسعار هنايا هذه ما ماشي حاجه في راس لا ولكن اسعار تاعهم كما يقولوا كذلك حاجه ريزونابل ما راهمش غاليين بزاف نزيدوا نجوزوا لهنايا هذه حاجه صغيره الله يبارك عندنا هنايا تشوفوا في البلون هكذايا نعطيكم نظره فقط باش تشوفوا يعني واش كاين هنايا بسوق الاربعه شوفوا هذايا بون جوست هذا ما على باليش علاش راه يدير هكذايا ولكن شوفوا كاينين يعني الوان واشكال اذا عند حربتو خليها عند خويا لهنايا شوفوا كذلك جاب لنا هدية العودة عود هذا عود الله يبارك اذا راكم تشوفوا شوفوا يعني البيل تاع الله يبارك شحال طويل ما شاء الله شوفوا يعني الله يبارك راه عندي عامين كيما قال لكم حاجه صغيره وراه خشين هذا يعني هذا في لاراس ولا حاجه لا ما في البيرسو في البيرسو يعني شوفوا شحال شباب الله يبارك ولكن حلو بارسو يعني الاحصنة دوجي في على كل حال وهنايا دائما نقول لكم باللي الانسان كي يجي يشري كاش حصان لازم يسير شغل السياره يعني المشيه ديالو الركبه كل شيء هكذايا باش تعرفوا فقط تبعوا هذاك من الله هذاك كيما شحال حق السعر تاعو هذايا؟ مازال ما سالوناش الله يبارك كيما قلت لكم مازال ما سالوناش بالمناسبه خونا قال لكم يعني عنده الحصان هذايا وعنده كذلك زوج مشكيات تاع راس اذا ربما انسان اللي راهو انتيريسي هكذايا بالمناسبه يعني هكذا باش نخلي لكم رقم الهاتف تقدروا تواصلوا مع خويا 0778 37 35 77 في الاخر ذكر المكان فقط وين؟ بالقاسم كاريتوس بالقاسم الكاريتوس بالقاسم سي جونتي خويا بارك الله فيك ان شاء الله اذا كذلك نختم معكم الفيديو هذا اللي قدرنا حاجه خفيفه في الاحصنه يعني دائما يعني كذلك الاحصنه راهم موجودين بكثره اليوم ولكن دائما قناه ناصر يعني تخدم ما نقولوش حاجه خفيفه باسكو عندنا بزاف فيديوهات خوك ناصر يخدم زوج اسواق في اليوم بالمناسبه نخدموا المواشي ونخدموا كذلك الطيور لهذايا يعني نعطي لكم نظره فقط بارك الله فيك مون فراد يعطيك الصحه خويا العزيز سي جونتي ثم كذلك ما تنساش بارطاجي الفيديو على 150 ريال باش تعرف الناس بلي السوق الاربعه فيه الاحصنه وحتى ما تشروش ارواح يعني ضربوا جوله قولوا لكم يشوفوا شي احصنه خونا شحال عمرك هذايا؟ السنتين 4 سنين الله يبارك والركبه كيفاش هذايا؟ عادي ترونكيل البارود يسمع الله يبارك دوك هذا ماشي فارس حاجه سانفي يعني هكذا خونا الله يبارك وشحال سوا هذا خونا؟ شحال سوا؟ عطاونا 11 ولقى شحال يروح ان شاء الله؟
16 ونص. الله يبارك فيك. تشوفوا يعني مازال ما لقيناش يعني حصان يكون 25 30 يعني كامل، فحاجه يعني قيس قيس كما يقولوا، ولكن حاجه شابه الله يبارك يعني ما شاء الله. خويا عزيز قول لك بارك الله فيك ويعطيك الصحه سي جونتي. هكذايا درنا لكم نظره على الاحصنه، وهكذايا تشوفوا كيما يعني قلت لكم هنايا باش تشري حصان لازم تسيي كيما راهو هكذايا خونا، يعني لازم تسيي ولكن دونجي شويه باسكو فيهم شويه يعني كيما نقولوا حنا يتهرجوا شويه الاحصنه، لهذا يا حذاري فقط. هكذايا شوف هكذايا يعني الله هكذايا لازم يسيي ويشوف الحصان هذايا اسك هكذايا راه سياه يعني كيما نزوني لكم هكذايا يسييه ومن بعد إذا قلنا اللهم بارك ما قلناش يا يبيش. هذه هي يعني عطينا لكم نظرة خفيفة على الأحصنة هكذايا. دائما نقول لكم ما تنساوش الدعم لقناة ناصر تي في خوتي لي جام تاعكم بيان سور هما اللي راح يعاونونا الله يبارك. إذا نقول لكم الله يخليكم قناة ناصر تي في تحييكم سلام.